موسم 95-96 من المواسم التي لا تنسى في ذاكرة كل أهلاوي، بعد أن ابتعد الأهلي عن صدارة جدول الدوري في ظل النتائج المتباينة والتفريط في النقاط في مواجهة فريق الأحلام المزعوم الزمالك. بعد خسارة الأهلي أمام المنصورة على وجه التحديد، أجزم الجميع أن درع الدوري سيغادر الجزيرة بعد تتويجه به في الموسمين السابقين بعد تفوق الزمالك بفارق 6 نقاط. إلا أن فريق الأهلي ونجومه وجهازهم الفني كان لهم رأي آخر. انتفضوا قبل فوات الأوان، نجحوا بالفعل في تحقيق 9 انتصارات متتالية، منهم فوز على المنافس المباشر كانت كفيلة بتأمين درع الدوري في أحضان الجزيرة. كان الفوز الأصعب في هذا الموسم على حساب جمهورية تشبين على ملعبه ووسط جماهيره، عندما فاز الأهلي بهدف من دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة، خاصة أن الزمالك كان قد فاز على الإسماعيلي. هنا سدد رضا عبد العال كرة قوية سكنت شباك شبين في الدقيقة 3 من الوقت الضائع ليحرز هدف الفوز الذي أشعل هستيريا الأفراح في شبين والقاهرة وكل مكان به أهلاوي في مصر وخارجها. يد على طول ورضا جول رضا الآن بعد 3 دقائق بيجيب الجول الأول للنادي الأهلي. معه عاد الأمل في لقب هو واحد من بين الأغلى في تاريخ الأهلي الطويل في بطولة الدوري. منافسة استمرت في الأسابيع التالية حتى توج بها الأهلي بعد المباراة التاريخية أمام الزمالك التي أنهت الصراع لصالح الفريق الأحمر بعد واقعة انسحاب فريق الزمالك من مواجهة الأهلي اعتراضا على الهدف الثاني بداعي أنه تسلل. الإعادة التلفزيونية أثبتت صحته وخرج بعد 2 عقدين من الزمان مدافع الزمالك حينها للتأكيد على عدم وجود تسلل على مهاجم الأهلي. الأهلي في هذا الموسم لعب 30 مباراة، حقق الفوز في 19 مباراة، تعادل في 8 مباريات، تعرض للخسارة في 3 مباريات. تمكن نجومه من تسجيل 56 هدف، استقبلت الشباك 14 هدف. كان الغاني أحمد فيليكس هداف الفريق في هذا الموسم برصيد 12 هدف، من بعده حسام حسن برصيد 11 هدف، واللذين شكلا ثنائيا هجوميا هو الأخطر في حقبة التسعينيات.